اثنين ثري ابدأوا. طيب مو دحدة حتى يشتغل مساعدة أو شيء حاجة نقصاكم قولوا لي أوكي؟ أنا موجود ما راح أروح معي. معلش شوية. لا تحطي كثير عشان يعني I think بعدين كل واحد عنده طريقة. كل واحد عنده طريقة. أنا المفروض أفهمكم من البداية. يعني لا بس أنا يعني قصدي عشان بس الصوت ما يصير فيها كذا. المفروض ما حد يتدخل بشغل الثاني. في شيء كذا. أوكي. يعني أنا بس بساعدها. معلش منيرة صح؟ إيوة. أوكي معلش أوكي. على أساس الوقت بس. أنت أوكي خلاص أسرع. طيب تمام. المهم حطينا التونة على المكرونة وحقلبها. طيب. أنت مثلاً لما تطبخي كنت أيوة. ترسمي لوحة بنفس الطريقة؟ إيوة ما أنت لسه ذوبك قبل شوية قلت إنه أنا فنانة. طبيعي إنه أنا فنانة يعني. يعني حتى في الطبخ. إيوة. حط انا عشان احب الذره فحط كثير يعني ينفع اخذ الباقي معلش منيره انت اكتفيتي لا ايوه تحتاجي حطت شويه بس حطيت خلاص اوكي منيره معلش يعني اذا احتجتي حاجه قولي لي الله يخليك اوكي طيب ابشر يعني هي قاعده في البيت فاكيد ما حتكون تطبيخ بليز معلش اوكي تهتم بشؤونك أوكي. عندنا وقت الله يخليكي يعني انت يعني ما شاء الله فزتي في المسابقه اللي راحت فاليوم يعني عندك منافسة قوية مبين يعني إن شاء الله كمان أفوز إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق يا رب أوكي وريني اللوحة الفنية إيش سويتي طيب بعدين أحط ملح أوكي أحس بالك ملح زيادة لا اوكي يا منيره بقينا كل واحد لحاله الله يخليك لو دقتي حتى منيره معلش كل واحد بحاله الله يخليك ترى ما يصير كل واحد لحاله ما يصير لا تلاقي لا تحطونا انت الله يخليك خليك كل واحد عنده طريقه يعني ليش خليك هنا بليز معلش ما عليك كملي ماريا حطت في الاسود ما يصير يمكن يطلع ملح زياده منها حطت زياده حطت لك ملح حطيتي لها ملح شويه بس بليز معلش بنظري احسن من لا معلش انت خليكي طيب اوكي كل واحد عنده طريقه يعني عادي يعني لا تدخل الرسم في الطبخ انه ناقصه مش عارف ايش الوان زياده وكذا اوكي اوفر معلش ما انت لما تخلطيها ان شاء الله حيروح طعم الملح طيب بعدين احط مايونيز اكيد مع الليمون حيروح الملح صح صدقيني بليز يعني نفس خليك في طبخك خليك في طبخك الله يخليك اوكي تحتاجي ملاعق تحتاجي هذا من دولي ايوه اللي لونها ازرق اللي لونها ازرق هذه اوكي تفضل اوكي المهم حنقلب السلطة تحتاج الفرن شيء؟ تمام لا أوكي. انا عن نفسي لا ما احتاج لا الثاني طيب. عشان ما تفتح فكرتها لا شوف ايش سوت سوري يا منيره بليز خليكي لا تتدخلي الله يخليكي خليكي لا تتدخلي في طبخك يعني هي تسوي كذا عشان اخسر مثلا ولا ايش ايش الحركات ليش شبكي تخسر يا ماما لا بليز انتوا قبل الحلقه التقيتوا مع بعض لا ما تعرفيه ولا تعرفيه لا ما اعرفها طبعا طيب ليش في حاجه بينكم ولا انا اتمنى اعرفها اصلا انت ما ادري كيف هي لا مو طبيعيه لا مو طبيعيه الوقت يعني ماني فاهمه تفضلي الوقت الله يخليكم الوقت استغفر الله مو طبيعيه ابدا خلينا ننهي الحلقه بخير يلا لا شوف ايش صار طيب اشوف ايش صار حط على ليمون حط على بقدونس حيروح الطعم في عموما ما في صار حيكون في حكم هو اللي يحكم صح كلامك في حكم حيحكم ايوه بغض النظر يعني تقول لي حط ملح فلفل يمكن يكون طبقك الالد المهم انا الحين حطيت انا تقريبا انا جاهزه اوكي ايوه 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 بليز. يلا. طب انا احس لسه ما خلص. بليز بليز بليز. طب كمان شوي. بليز. طب انا احتاج مناديل دحين. تحتاج ايه؟ احتاج مناديل. مناديل اعطيك مناديل. ولا اقول لك خلاص. بليز. معلش. ايش عندك واحدة مسحي فيها؟ معلش. يعني ما ينفع وبعدين ابعد وبعدين ابعد. تبيني امسح في المرية لحقتي شكلي؟ منيرة. ليه؟ منيرة منيرة منيرة. بليز. بعدين تعالي تكلمي. ايش يعني حلوة؟ استغفر الله. ايش في الوقت انتهى الوقت انتهى معلش الوقت انتهى في من يحكم الحين اوكي معلش يا ماريا معلش اوكي هذا الطبقين بس الريحه حطت فلفل زياده شوف ايش صار يعني شيء اوفر انا ما راح اشوف انا ما راح احكم انا مسوي رجيم على فكره انا ما اقدر اوكي بيجي حكم هو حيحكم يمكن يكون حكم يحب الفلفل البهارات شغلات هذه ما تدري عليه احيانا في ناس يحبوا الشغلات السبايسي لا يعني اصلا أوكي؟ الواحد معلش. لما يطبخ أوكي؟ يعرف الفرق المهم يعني. انا ما راح اقدر احكم زي ما قلت لكم اللي راح يحكم الان على فكره في وساخه في بليز 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 راح اوكي انت الحين طبقك زي طبقها يعني معلش المهم الان معانا الشيف كله حيحكم انت اللي بداتي بليز. انت اللي بداتي انت اللي بداتي انت اللي بداتي تحملي الله او سوري لا شوفي نفسك اول بليز معلش احترمي نفسك انا محترمه روحي شوفي نفسك بالمرايه بعدين تعالي تكلمي حلوه ما راح احط ما راح انزل مستواي لمستواكي مستفزه مو طبيعيه ابدا متعلمه الاستفزاز منك اوكي ما علينا ممكن يجي احد يحكم هيجي الحكم مره اوفر ماني فاهمه هيجي الحكم انا المخرج انا المنتج كيف تسمحوا لها كده معلش معلش هيجي ما تعرفوا مين انا انت مين اتعامل بالمثل مثقفة متعلمة الثقافة منك حقيقي انت لازم تعرفي مقامك ولازم تعرفي انت بتتكلمي مع مين والله مع مين ايوه طيب والحركات هادي ايوه ما تمشي معايا لا 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 في كذا لا 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 تتمادي لا تحطيش عليها بليز خلاص في كلام خلاص انتوا اكيد انتوا يعني بليز خلاص انا براحتي انت لازم تعرفي انت انا مين اصلا انت البرنامج لازم تحترمي وتحترم الناس الموجودين تحترم اذا هي كبت الفلفل في الاكل حقي ومين كب الفلفل ومسحت اشوف حتى شوف ومين اللي سوى كذا ومين اللي كب الفلفل الاول تحملي اصلا انت ما تعرفي بقول كذا ولا كذا اصلا اكله حيطلع لذيذ حتى لو حطيت الفلفل عموما راح نرحب بالشيف اللي راح يحكم شيف درس في امريكا ونفتخر فيه من شباب بلدنا درس في امريكا درس في فرنسا درس في اليابان نرحب معنا بالشيف ابراهيم سليمان اهلا وسهلا شيف ابراهيم سليمان مرحبنا اليوم على ادريك لو شوي منيره شوي هنا اوكي لا 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 شوف ايش سوى اوكي 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 موجود هو هو موجود هو موجود ليش لا هو موجود بعد على انستغرام والله ايوه حقيقه انا تابعك مره من زمان من قبل ما تروح لامريكا كده وتدرس اوكي يا جماعه ممكن فين جوالي افا جوالي اكسكيوز مي هو شاف كل طيب لا طيب لا ابا 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 اتفضل معاه فلفل اللي حصل ليش الحين ممكن نجرب الطبخه هذا الطبقين تفضل جرب حقك اول طبقين وانت طيب. احكم تحكم مين اللي حيفوز ايش الطبخه هذه انت احكم سلطه التونه اوكي هي المفروض اصلا تكون بارده جميل جدا ماري قدم لي الطبق حقك اوكي ما عليه هو شاف كل حاجه ما عليه ايش بك انت واثقه من شوفك انت ما حتكلمك اسكتي ولا كلمه يا حبيبي لا تتكلمي معايا كذا احترمي نفسك انت انت اللي احترمي نفسك الاول لا تحس بكل الناس بيسكتون لك والله من جد يعني ايش حتسوي لي يعني بفهم ايش حتسوي لي ابعدي احسن لك ايش حتسوي لي يا استاذه ايش حتسوي لي منيره ما راح انزل مستواي لمستواك واسوي لك شيء يا استاذه منيره احسن استاذه منيره مو طبيعيه مستفزه شيلها من قدامي لو سمحت لا بفهم هي ايش تبي تسوي لي مثلا خلنا نجرب خلي يذوقها كلها ما شاء الله فاهمه ما شاء الله يعني الطبخه مره ممتازه بس انه فيها تحتاج شويه تعديل في بعض الامور يعني فيها شويه ملح زياده خلاص اوكي يا معلم بس
يعني كويسة. كويس. تفضل حق تفضل حق عبير. قلبها مظبوط. أنا لازم هو حيعرف هو يعرف. لازم أبعد هو يعرف. لازم أبعد هذا شوي. هو يعرف. منديل منديل عادي مالح بيز اكيد صح؟ بليز بليز بليز. ايش البهارات هذه انت طبختي من قبل؟ هي اللي كبتها كلها هنا. ايش كبتها؟ انا شفتها كبت هذه بس انا لا وكبت الفلفل من قبل لا تيجي. انت طبختي من كذا؟ طبختي قبل؟ ايه طبعا. دخلتي المطبخ من قبل؟ طبعا. متأكدة؟ متزوجة انت؟ لا صدقني واضح انها لسه جديدة في الهجرة. صراحة لا ما تصلح. أنا عشان كده بنقول كثير كثير سيء كثير سيء. أنا 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 أنصحش إنك تطلعي من المطبخ صراحة. يعني الوضع سيء جدا. باين على هذه الطبخة أفضل بكثير من هذه. باين عليها. باين عليها أكثر. نتيجة واضحة. نتيجة واضحة. يعني من الفاس طبق هذا ولا هذا يا شيخ؟ صراحة مو على إن مين اللي فاز، أنتوا جايبيني هنا ليش؟ يعني أوكي لازم يكون في شيء قريب يعني تكون متسابقتين قريبين من بعض يعني زي كذا صراحة ما يصلح. يعني I did not came all the way here إن تجيبوا لي واحدة طبخ يعني مش طبخ هذا واحد يعني ولد حاط أشياء مع بعض ولعب فيها. لا صراحة يعني. أوفر الوضع أوفر. لا 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 معلش كلكم مطابقين على بعض. معلش معلش أختي معلش 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 خليني أضل. طلعوها من المطبخ هذه ما تدخل المطبخ يا أخي. أنا كنت ظالمينها. لا لا لا. لا تكتب عليها بس هي عشان أول مرة بتجرب. إيوه. أوفر أنت ما حط البرايك. لا معلش يعني معلش يعني نصيحة من أخ. أوفر حبيبي. ابعدي عن المطبخ. بعدين ما ممكن تقدر تصب معي. معلش طيب يلا مين الفائز؟ واضح واضح مين خربتها؟ انا شفت انا شفت هي هي حطت هي اخذت هاي لا 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 كل شيء اصلا مريه لا مريه ما تبي تذوقي من اكل منيره معلش ممكن راح اعلق ابغى مويه ابغى مويه مويه بعد حق حطم الشيف ابغى مويه ابراهيم سليمان الطبق الفائز طبق منيره معلش معلش يا مريم معلش اوكي ما عندك روح رياضيه؟ لا واضح بل بتعمل استرتش يعني عشان تصير رياضيه اكثر يبغى لك رياضه انت مو انا لازم لازم ماي يعني الوضع سيء جدا يعني شكلك انت ما تعرفي انه مو لازم جدا أكون سيء نحيفه واضح مو الان اصلا ما في برنامج طبخ زي كذا مستحيل ما شفت بحياتي برنامج طبخ صراحه سيء لا. جدا حبيبتي انت تقليديه على سيء جدا على فكره بس زعلانه عشان انك انت ما انت فايزه لا لانك انت مستفزه انا مستفزه انت كب... انت كبيتي كل شيء هنا كل شيء كبيتيه هنا عشان كذا بعين طبخ عشان كذا طلع كل شيء غلط اصلا اعزائي المشاهدين مو طبيعيه مو طبيعيه نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم بحلقه جديده متسابقات جدد مع السلامه لا برافو عليك انت شكرا كويسه بس ان الاخت الاخت ما انت ليش عنصري على فكره هي اللي خربت الطبخه ايش على فكره عنصري ايش انا جاي هنا اقرر لا انا جاي هنا اقرر انت تتكلم قول لا انت تتكلم معلش انا اتكلم اتكلم ما في شيء قريب ما في شيء قريب من خليه يتكلم الطبخ هذا يعني يلا اللي بعده جيبوا دخلوا الناس اللي بعدهم بس ما ابد يلا يلا اي طعم يلا اي طعم لحاجه يلا روحي يلا 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 بس كثير هرج يلا يعني ماني فاهمه لازم يكون عندك روح رياضيه ماريا خلي عندك روح رياضية بليز حاولي تجربي شيء غير الطبخ ايوه حقيقي يلا تعالي 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 كنت معانا في برنامج فكاهي شكرا شكرا والله هذا اللي انا بوصله حقيقي حقك علينا نحن بس كنا نبغى نمزح معاكي وكنت احب اني انا اغلس عليكي اتمنى انه انا فعلا وصلت الفكره طيب شوف الكاميرا هناك نذيع اوكي نذيع ها خلاص